أهلا بكم. قال المتحدث باسم مجلس الشورى مجاهدي درنا محمد المنصوري أن بناء الدول لا يعتمد على الحروب وسفك الدماء، مشددا على وجود قيادة حكيمة تسير بتوجيه العلماء. وأضاف المنصوري في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس المجلس أن غياب دستور يحكم البلاد لا يعني أن نعيش في فوضى يأكل فيها القوي الضعيف، ولابد من ميثاق يتعهد فيه أهل العقل على حفظ مقاصد الدين، منوها إلى أن هدف مجلس الشورى درنا لم يقتصر على استقرار الأمن في درنا فحسب، مشيرا إلى أن مدوا يد الصلح للمدن المجاورة ولكل من أراد إعلاء مصلحة الوطن. اتفق مجرم الحرب خليفة حفتر ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو على دعم جهود المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة الذي تحظى مفاوضاته بدعم كل المجتمع الدولي بحسب ما أفاد به ألفانو لوكالة الأنباء الإيطالية أكي. وكان مجرم الحرب حفتر قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما أمس الاثنين للقاء ألفانو وبحث التطورات السياسية في ليبيا في زيارة هي الثانية لحفتر إلى روما منذ أواخر سبتمبر الماضي. ونقلت آكي أن ألفانو وحفتر توافقا على أنه لا غنى على الانتخابات في ليبيا، أن يوم 17 من ديسمبر الجاري يشكل ذكرى اتفاق إسخيرات وليس تاريخ نهاية صلاحية الاتفاق بحسب وصفه. كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن اتفاق جرى بين أري ميتلمان المساعد السابق للسيناتور في البرلمان الأمريكي بوب كيسي القيادي بميليشيات الكرامة عبد الرازق النظوري لخلق مجموعة ضغط لصالح الأخير. نقلت الصحيفة الاثنين عن وثيقة لوزارة العدل الأمريكية أن العقد وقع بين ميتلمان وقيادي ليبي في ميليشيات متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. أوضحت الصحيفة الأمريكية أن العقد يستمر لمدة عام بقيمة تصل $450,000، مشيرة إلى أن شركة ميتلمان ستقدم للنظور استشارات سياسية واستراتيجية للموكل الليبي بينها وضع أهداف وبرامج للعلاقات الخارجية. قال رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج أن محادثاته الأخيرة في واشنطن تطرقت إلى حق ليبيا في التصرف في الأموال المجمدة وليس فك التجميد، واضحا أن هناك فارقا كبيرا بين المعنيين. وأوضح السراج في حوار مع صحيفة بوابة الوسط أن عدم تمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة أصولها بطريقة صحيحة يحمل ليبيا خسائر سنوية تقدر بمليار دولار، وصفا هذه الخسائر بأن إهدار لمقدرات الشعب الليبي. وأشار السراج إلى وجود تفاهمات كبيرة بشأن الأموال المجمدة، مؤكدا حصوله على وعود أمريكية بالتواصل مع باقي الأطراف في مجلس الأمن بهذا الخصوص. قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن الحكومات الأوروبية متواطئة عن سابق علم وإصرار في الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون ممن تحتجزهم سلطات الهجرة الليبية في ظروف مروعة على حد قولها. أعلنت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أن الحكومات الأوروبية متورطة عمدا في التعذيب والانتهاكات بحق عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين من قبل السلطات الليبية للهجرة، داعية الحكومات الأوروبية لإعادة النظر في تعاونها مع ليبيا على صعيد الهجرة بحسب البيان. إلى هنا ختام هذا الموجز، في أمان الله.